السلام عليكم الجوار. المهم الخوت وخا تعطلت عليكم في هذا الفيديو بحيث لكم تصريحات الحكيم زياش بعد مباراه البارحه اللي تالق فيها وقدم مباراه عالميه بحيث لكم التصريحات ديالو شبكه بي بي سي العالميه بحيث قال الشوط الثاني كان صعبا بعض الشيء ولكننا سجلنا الهدف الذي كنا بحاجه اليه. بحيث كمل الهضره ديالو المغربي يجب ان يكون لديك دائما الشعور قبل المباراه بانك تريد التسجيل. لقد كانت تمريره جيده من لاعب فيرنر ووضعت الكره بسهوله في المرمى. سولوا الصحافه هل هذا افضل مستوى لك؟ قال زياش ليس بعد، ليس لدي الكثير من الأعمال عليه، لكن أعتقد أنني في حالة جيدة وعن إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن. قال زياش بالطبع نود ذلك، إذا ما رأيت ما لا نزال نلعب من أجله كل الطرق مفتوحة والجميع متحمس حيال ذلك. وكما عارفين الخوش تشيلسي تأهل نصف نهائي ديال الشامبيونز ليغ وحاليا تأهل لكأس الاتحاد الإنجليزي الفينال وباقي في مركز رابع في الدوري الإنجليزي. يعني الخوش موسم عالمي، موسم تاريخي للاعب حكيم زياش مع تشيلسي اللي كتمنوا ليه يخرج بشيش بطولات مع هذا الفريق هذا اللي بقياده المدرب توخيل اللي عنده تكتيك جميل وكيقوم بمستوى عالمي في الدوري الانجليزي الممتاز. لكن ناقصه حاجه واحده توخيل هو انه يلعب لنا حكيم زياش كاساسي دائما. كما شفتوا الخوت دوت صريح ديال حكيم زياش قال باللي عنده الثقه وباللي راجع بقوه وماشي هو على مستوى بحيث انه باقي عنده ما يقول وعنده ما يعطي. وغوارديولا ايضا المدرب ديال سيتي قال لعبنا بشكل جيد في اخر 15 دقيقه، لقد كافحنا من اجل التسجيل وكنا نهنئ تشيلسي مباراه صعبه. لقد لعبنا الكثير من المباريات وسنمضي قدما. الان حان موعد الدوري الانجليزي وكاس الرابطه، انها مجرد مباراه. للاسف لم نصنع العديد من الفرص الواضحه ولكن وصلنا الى منطقه الجزاء اكثر منهم، سجلوا هدفين من هجمه مرتده يعني كدر الهدف ديال زياش. بشكل عام كانت مباراه صعبه حقا، يمكن ان يحدث اي شيء في هذه انواع المباريات. يعني كما شفتوا غوارديولا قال بان المباراه كانت صعبه وباللي غادي نمضي قدما ونركز في الدوري الانجليزي الممتاز وكاس الرابطه وهذه مجرد مباراه. ولو تصريح الحكيم زياش وتصريح المدرب غوارديولا اللي ما دخلش اللاعب محرز، وكنتمنى كل خير للاعبين العارف قادم مباريات. هادشي اللي كاين الخوش.